بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. موضوع حلقتنا هو مشكل ضيق الصدر والاكتئاب. أسباب ضيق الصدر وأسباب الاكتئاب، الناس ملي كيتكلموا على ضيق الصدر كيقلبوا على العلاج والاكتئاب على العلاج، بينما هذين الداءان هذو بجوج يحتاجان إلى الوقاية قبل العلاج. حيث الاكتئاب السبب ديالو أشنو؟ المشاكل، تراكم المشاكل اللي كتكون وكتوصل لواحد القمة ديالها، الإنسان صبح كيولي بحال الكاس ما عنده فين يزيد، كيعمر. ملي كيعمر كيبدا يعطي النتائج ديالو، وحنا كنبداو نقلبوا ليه على العلاج، والعلاج ديال هادشي خصنا نرجعوا ليه من الأول، نبداو من الأول. دابا ملي كنجيو حنا، الدابة لا تعلو حين الصعود، بغات يطلع مع شي عقبة وراكب على شي عود ولا شي هذا شي بهيمة باش بغات تطلع، وهي هزيلة يعني عيانة ما واكلاش، كتقول انا وكلها مزيان باش تطلع، ملي غتوكلها مزيان عاد غتبرك ما غاديش تزيد، خصها تكون عالفه قبل. الدجاج الخميس كيتكتف الاربعه كما كيقولوا ديالنا. اسباب الاكتئاب واسباب ضيق الصدر، ما كنتناقش حنا الناس ديما كيقلبوا على العلاج، ما هو العلاج من مرض كذا، ما هو العلاج من المشكل، قل الوقايه من المشاكل، حتى الدين ديالنا كيعطي الوقايه قبل. في الحديث الحبه السوداء شفاء من كل داء، جا قال لك بلا ما نبداو نعالجوا، لا خصنا نتحركوا في الشفاء، حيت الشفاء يتقدم على العلاج. العلاج كيكون اذا فات الاوان، تقطعت شي حاجه كتبغى تردها لبلاصتها، هذا اسمه علاج. بينما الشفاء هو إحياء الأعضاء العضو من جديد، أو التنشيط، أن تنشط الأعضاء بحيث أنها تكون المناعة عالية جدا. فملي كتاخذ مثل الحبة السوداء مع الثوم مع شيء من العسل وكتستعمله يوميا مدة 40 يوم، المناعة كتوصل حتى 300%. بينما اللي كيتجاوز 80% 90% لا يحمل المرض اصلا، هذا غير في الداء المعروف الداء العضال. لكن المشكل النفسي اللي النتيجه ديالو هو ضيق الصدر والاكتئاب، وهذا مشكل نفسي، هذا نتيجه تراكمات مرت عليه في الحياه. كتلقى صاحبي ما كيبقى يتحمل والو، صافي كيولي مقلق، وكتجي حتى كتناقشوا في التقلق، لا ناقشوا في اسبابها. إذن ناقشوا في الأسباب ديالها، خصنا حتى نبداو من الأول، حيت الأسباب هي اللي كتوصل هذاك الشيء. حنا كنجيو نبغيو نعالجوا الداء وكنساو الشفاء اللي هو كيبدا من الأول. ولذلك ملي كنرجعوا للقرآن الكريم كنرجعوا على أن التنزيل فيه الراحة في القرآن. علاش الخير الإبر قال وإذا مرضت فهو يشفين، الشفاء من عنده. لكن الوقاية ما يعرف بالوقاية، الشفاء راه كتدخل فيه الوقاية خير من العلاج. الإنسان إذا كان شفاه الله ما يحتاج المرض العضال اللي هو خطير وصعيب هو الاكتئاب والمرض النفسي. اما المرض العضوي سهل، قد يكون له العلاج وقد لا يكون، لكن الثاني لا علاج له الا ان يعالج المرء نفسه، والمرء في هذا الامر طبيب نفسه. الانسان هو طبيب نفسه. اش كيعطيوك الاطباء ملي كتمشي عندهم الطبيب النفساني؟ دابا كتمشي عنده تجلس معاه، كيبدا يعطيوك الادويه اللي المهدئات، ما كيلقى ما يدير، ويحاول يسمع منك. لان ملي كنقولوا حنا علم النفس
هي ولو أن كلمة فيها خطأ. طبيب نفساني نقوله طبيب نفسي، ما نقولوش من كنقولوا طبيب نفساني. أما إذا قلنا هذا علماء النفس، لا، لأن اللي كيعلم النفس هو الله. وإذا كعيسى بن مريم قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وإنما الطبيب النفساني يعالج، حول أن يساعد المريض المكتئب من خلال كلامه. فإن كثم عليه المريض شيئا تعذر على الطبيب العلاج. هذاك الطبيب النفسي اللي كيجي وكيسول المريض، وكلما ازداد تجربة هذا الطبيب كلما كان بإمكانه أن يعالج، أن يصل إلى علاج هذا المريض. وخاصة حينما يتوقف المسؤول، لأن الطبيب النفسي ملي كيسول المريض كيخليه يتكى ويرتاح، وكيبدأ يسوله ملي كيبدأ يسوله كي حتى كيجي لشي أسئلة محرجة. فإذا ما توقف عن الجواب من هنا يبدأ العلاج. ملي هذاك المريض كيتوقف على الجواب كيقول ليه هذه القضية كديرها، هنا كيسول شي أسئلة كيحرجوا فيها بينه وبينه، ملي كيوقف كيقول هنا غنبداو. إذا ماذا مسكتي هنا، إذا العلاج غنبداو من هذا البلاصة. الحاجة اللي جاوبتي عليها راك صحيح، اللي ما عندك الجرأة باش تجاوب عليها هنا كيبدأ يعني غلبتك نفسك باش توصل لهذه وباش دير هذه وهذه، وما عندكش ليها. قلنا على أن المرض العضال، المرض الذي لا يصعب علاجه ولا يستطيع الطبيب أن يفعل في شيء، هو الاكتئاب والمرض النفسي، وهذا الوسواس. والوسواس ليس مرض، وإنما صراعات ذاتية داخلية يعالجها الطبيب إذا تعاونت معه. لأن الطبيب النفساني إذا أنت تعاونت معه، داش كيقول لي غتولي أنت وهذاك الطبيب كتعاونوا على هذاك المرض، هذاك الوسواس. وإذا كتمتي على الطبيب شي حوايج ما قلتيهاش ليه، أو لا الطبيب ما كيعرفش علاش، كيولي الطبيب هو والمرض كيتعاونوا على الشخص، يزيد مرضه ما كينقص. هذا في حد أن الناس اللي كيمشيو عند المختص، لكن إلا مشاو لاتجاه آخر كيزيد المرض. إلا مشاو عند المشعوذين وعند بعض الناس الذين لا يعرفون شيء كيزيد، يقول كيركب ليه في دماغه على أن عنده المس وعنده الجن وعنده كذا، وكيولي القرين تاو كيعاون في هذا الشيء، وكيولي الانسان كيتخايل راه عنده شي حاجه. شوف دابا الانسان لا كان كيتفرج في شي فيلم خيال، فيه القتل، فيه كذا، فيه الجن، فيه الوساوس، شي فيلم فيه ما كاين في الليل ما كايناش، كيبدا يتخيل داك الشيء كيتخلع، كيولي كيتوسوس بوحدو ورا ما كاين حتى حاجه، كيولي بوحدو عنده وسواس. لان كيبدا داك الامور الداخلية كتبدا، داك الفيلم اللي شافه كيجي قدامه كيبدا يتعود، كيولي كيخاف. نفس الشيء ملي كتمشي عند دوك المشعوذين، عند بعض الناس الله يهديهم اللي ما عندهم ضمير، كيقولك راه دايرين لي كذا، وراه عندك في الجهه الفلانيه، وراه كذا، وانت راه عندك العين، عندك كذا، عندك، قولي عندك العين وعندك تلودن، راه العين، وكيقولك والله الا عندك العين، هي راه العين عندك، راه عندك عينين، قولي راه عندي جوج، اذا قالك عندك العين قولي عندي جوج، عندي جوج عينين وجوج ودنين، قولي راه ودنيه، الا قالك راه شي عين هذه قولي انا لا عندي ودنين طوال اللي جاي عندك، كون عندي العين كنشوف ما نجيش عندك، كون مشيت تقلبت على العلاج صحيح عند الطبيب المختص عند باش نقلب على ما نجيش الجهه عوجه. اذا الناس اللي كيكون عندهم الاكتئاب والمرض النفسي وكيمشيو بخلاف الطريق اللي خصهم يمشيو لها في العلاج، لان ما انزل الله من داء الا وانزل معه دواء، ما كاينش شي داء ما عندوش دواء. ويكفيك قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الإنسان اللي قرأ القرآن يقرأه بقلبه مع جوارحه وعقله، راح يشوف النتيجة. احنا كنقرأوا القرآن غير باش نتفكوا من هذاك
باش نرتاحوا من شي حاجه، ماشي باش نرتاحوا بالقران. خص تكون عندنا النيه في قراءه القران، ان النيه صادقه ان غادي نرتاحوا. ولكن لا يعالج القران، قراءه القران لا تعالج من لا نيته، من لا اخلاص له. لا تعالج القران، لا يعالج بقراءته من لا يقين له. خص يكون عندك اليقين ان غتقرا ايه الكرسي والمعوذتين وتمشي عند المختص اذا عندك شي حاجه. شريطه ان يكون المختص من الاطباء ان يكون مخلصا في عمله، وخاصه الناس اللي عندهم الاكتئابات الطبيب خصو يعطيه وقت بزاف، ماشي غير يجي لا بدا يعطيه وقت. دابا بعض الاطباء الله يهديهم كيكون عندهم الزحام ما كيعطي واحد الوقت وجيز، باقي الاخر يلاه بغى يبدا يفضفض كيقول لي صافي الحصه سالات ويجي واحد اخر، اذا ما كتلقاش الوقت. وهنا كنقولوا ان ما يحكوا لك الا ظفرك وما يبكي لك الا شفرك. تمشي عند شي انسان صديق، الصديق من صدقك لا من صدقك. سير عنده وفش عليه قلبك وحكي ليه، وهو يحاول، لان هذا الهم والاكتئاب هو بحال الوزن، بحال الثقل كيتقل عليك بوحدك انت بحال هز جبل. الا حكيتي لشي انسان كيولي هز معاك الحمل، وملي كيهز معاك الحمل كتلقاه عندما تفضفض كتبدا تخرج كتفش كما كيقولوا ديما، كتفش قلبك عليه وكيعرف وكيبدا الانسان يعاونك حتى كيجيب الله التيسير، وكاين الانسان كيبرى من هذا الوسواس. وكثير ديال الناس كيوصلوا اللي ما عندهمش لا دين ما عندهمش فيني، كيوصلوا لواحد الجهه واحد الباب مسدود، ممكن يدير شي مصيبه في راسه، ممكن كينتحروا في الغرب بلاد الغرب. ملي كتسد عليه الابواب كتضيق به الدنيا بوحدو كيمشي ينتحر، كيوصل لمصيبه كبيره. ها المشكل فين كاين؟ اذا فين عندنا حنا المصيبه؟ المصيبه عندنا اننا ما كنلجؤوش للعلاج الصحيح. وانا دائما كنقول ان موسى عليه السلام ملي سول الله تعالى قال له يا ربي ممن الداء؟ قال مني. قال وممن الدواء؟ قال ايضا مني. قال يا رب اذا كان الداء منك والدواء منك فماذا يصنع الاطباء؟ قال ياكلون ارزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حتى ياتي شفائي او ياتي قضائي. طبيب يعالج من عمره طويل ولا علاج لمن عمره قصير. هذه في الامراض ديال العضال امراض، لكن في الامراض اللي كنسميها انا الوساوس التي هي ليست مرض هي وساوس. والانسان ذاك يبدا يفكر في امور هو صحيح ما عنده والو، ولكن في العقل وساوس ممكن تؤدي به الى الجنون الى بقى بوحده. وابليس هادشي اللي كيبغي، لان الانسان ملي كيعتزل ما يبغيش يبارك مع الناس وكيبغي يكون بوحده، هذا خصو يتعالج. لان من طبع الانسان هو الاستئناس، لان الانسان من طبعه ان يجتمع مع الغير، لان مخلوق فطر الانسان على الاستئناس وهو الاقتراب، بخلاف الكائنات الاخرى كنقولوا الوحوش. الوحش من الاستيحاش هو الابتعاد، والانسان من الاستئناس، والاستئناس هو الاقتراب والاستيحاش هو الابتعاد. علاش الناس في الولائم وفي الاعياد كيتجمعوا؟ الا شتي شي واحد مشى عزل عباد الله، مشى عزل في شي مناسبات زوينه مشى بعد بوحدو، عرفوا راه بارك على شي مصيبه ولا كيخمم فيها. علاش كيقول ديال اللي ساكت ساكت على مصيبه ولا كيخمم باش يديرها؟ اما اللي كيدوي وكيتجمع مع الناس حاجه. اذا فالناس كيتجمعوا على الطعام لان من الاستئناس، بينما الوحوش بخلاف البشر ملي كتشوف شي فارسه كياكلوها كل واحد كيجر الجهه، كيخطف كل واحد الحق ديالو كيمشي بوحدو ما يبغيش ياكل. كما كندير حنا دابا الناس في البيف المفتوح، كل واحد كيهز هذا وكيمشي لهذا ولا يمشي لهيه كيتفركتو. حنا كنشبهوا نيت الوحوش في هذه الجهه، ماشي ناس كيحطوا طبيصات يجمعوا ياكل ياخذوا الاكل الطعام ويتجمعوا في شي طبله ويهضروا بعضياتهم. كاين اللي كيشدوا هذا واقف هنا الاخر واقف ليه، هذا ما هياش. اذا الناس الله تعالى فطر البشر على الاستئناس غير الاستيحاش. اذا الاستيحاش حاجه اخرى جاي من الوحوش. وانت كتقول لشي واحد توحشناك يعني بعدتي علينا، يقولك لا اوحشك الله من رحمته. اذا هذا اسمه الاستيحاش، والاستئناس هو الاقتراب. وموسى عليه السلام ملي صار في الليل
وما لقاش مع من يدوي كيدعى مرته ولادو. اش قال له؟ شاف واحد النار، قال ممكن يكون هذيك النار حداها شي حد، شي راجل، شي رجال دوي معاهم. فقال اني انست نارا. علاش قال انس؟ ما قاش رايت نارا، يعني لعل عند النار من استانس به، لان استوحش وحده، لان معاها الاهل ديالو ولادو، لكن خصو راجل رجال يدوي معاهم باش يتكلموا. فقال لهم اني انست نارا، يعني اني وجدت كاني رايت هذه النار سببا في من ساستانس به. انست نارا لاتيكم منها بقبس اوجد على النار هدى، ولا نلقى النار اللي غيورينا الطريق من ندوزو. هذا هو الاصل. فلما اتى نودي كان الكلام اللي قالوا لي هو هذا، يا موسى اني انا ربك فاخلع عليك، انك بالوادي المقدس طوى، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. وبدا سوره طه. اذا المرض العضال اسبابه، هنا غنجيو للاسباب. احنا قلنا ان الاكتئاب والمرض النفسي من اسبابه الانعزال، اعتزال الناس. كاين الذي ينفرد برايه، كيقول ان ما بغاش يتفاهموا معايا نبركع بوحدي، هنا هذا سعى الى حذفه بظفره. ما سيفرين سير تصلي مع الناس، كلشي منافقين. دابا كاين اللي كيجيب المبرر نفسه، الجامع كيصلي المبرر، سير جلس مع الناس، لا كلشي ما في معاك كذابه. ديما كيشوف الناس، يرى الناس بعين طبعه، وكيمرض كلشي ما مزيانش، كيولي هو يزكي نفسه. لا تزكوا انفسكم، يعني ما تجيش راك انت مستقيم والناس زعما راك هذا، ما تقولش راك هذا. كون على يقين ان عليك ان ترى الناس بحسن نيه كما ذكر، ماشي بسوء النيه. وهذه هي الاسباب اللي قلنا. اذا احنا كنقلبوا على الوقايه خير من العلاج، لان الوقايه تنجيك من كثير من المصائب، توقيك كثير من الاضرار. الوقايه في كل شيء، الوقايه من البخل هو السخاء، الوقاية من الشك هو حسن النية، الوقاية من التكبر هو التواضع، الوقاية من الاستعلاء في العلم هو طلب العلم. لأن ابن آدم إذا فعل ثلاثا استحوذ الشيطان عليه، إذا أعجبته نفسه ونسي ذنوبه واستكثر عمله. ملي كتعجبه نفسه كيقول انا شكون، ونسي ذنوبه، حنا ما لناش درنا، كاين اللي داير اكثر منا، واستكثر عمله، انا اللي درت كذا، الا دار شي حاجه ديال الخير كيبغي كاع الناس تعرفها، وانا اللي درت نهار فلان. بحال داك اللي عطى فروج شي مره، صدق واحد الفروج ودار عليه تاريخ ورا الفروج بعام، قبل الفروج بشهر، نهار عطينا الفروج بيومين قبل الفروج ولا دايرو مأرخ عليه، حيت ما عمرو دار هذيك اللي دارها صافي بقى يقول. اذا الوقايه في كل شيء خير من العلاج، كتنجيك من اي مرض، الاكتئاب، مرض نفسي، الوسواس، مرض بزاف، حتى في التخمه، حتى في المرض ديال الهضم، العلاج ديال الهضم، الوقايه خير منه. الانسان الا ما كانش، الا كان كياكل على قياسه وكيدير نظام ديال الطعام، هذه وقايه، كيبقى ديما مزيان. ماشي ياكل تيوقف، وفي العشاء ياكل تيوقف، وبحال لا هربان، بحال لا بوحدو جاي جاري عليه الجوع، بحال الله كان يدفن، يلاه جاي، كتلقاه ياكل بحال مصيبه. هذا النوع هذا ملي كتجي الامراض ما كتساليش، لان ما واخا يدير الوقايه ما تنفعوش، حيت المعده ولفت على حاجه، والامراض كلها كتجي من كل جهه، هنا كيوحل، كيبدا يقلب على العلاج، ولكن الوقايه خير من العلاج. عاد كيبدا من الاول ثاني، عاد كيجي عند الطبيب كيعطي له، كيقول لي خصك دابا دير الريجيم وما تاكلش هذه وهذه، باش ترجع الجسم، يرجع الجهاز الهضمي الى ما كان عليه من اول، وكيتعب، لان ولف ياكل اكثر، ولف هذيك الامور اللي ولفها، فهو وطفله ان تفطمه، ان لم تفطمه شب على حب الرضاع، وان تفطمه ينفطمي، هذا هو ولف هذاك الشيء. اذا النفس كالطفل، كذلك الوقاية في كل الأمور. إذا وقيت نفسك، جعلت بينك وبين أي شيء وقاية،
تنجيك من أن تتجاوز إلى الشيء الذي لا يحمد عقباه. أصل الإنسان ديما يحاول يبعد. إذن جميع الناس اللي عندهم الاكتئابات نشوفوا الأسباب، إما أسباب خارجية وأسباب داخلية. الأسباب الخارجية معظم الاكتئابات والوساوس والمشاكل كتكون من التربية، كيكون البيئة اللي تربى فيها مكهربة، الأب والأم مشاعلين دائما، ما كيدوش إلا بالصداع، ما يدوش إلا بالمضاربة. إذن هذاك الناشئة اللي كتكون كتطلع مريضة. ملي كيوصلوا واحد السن ديال الشباب كتبدا تبان الأمراض، غير وصلوا سن الشباب بدا الأمراض كتبان. كيقول كاش ندير؟ الطبيب النفسي إن كان ذكيا فاهما صاحب تجربة اش كيدير؟ كيقول لي، يقول لي كيفاش تربيتي؟ ملي كيعرف القضية جاية من الأول كيبدا معاه بشوية بشوية، كيقول الأمر ديال كيطول وكيعطيه المهدئات التي تؤهل الطبيب كيف يصل إلى العلاج. بحال كتوقف دابا المهدئات الإنسان اللي كيكون الجسم مكهرب والوساوس، هذوك المهدئات كيخليو الإنسان يهدى باش يعرف كيفاش يدوي معاه. هذه من المصائب. إذا ملي كنرجعوا لأسباب التدخين، التدخين كيكون الأول ديالو بزارة والآخر ديالو خسارة. كيقول له عاد ساره، واي حاجه من هذه الاسباب كاين اللي ملي كتجيه مشكل ديال هذا كيعطيها الكارو كيكثر، كيقول لك كمير بعد الباكيات في النهار، وكيدخل يتحول من تما للمخدرات، وكيتحول الفانيد والمصائب، وكيهدا كيريب الدماغ. والا راب الدماغ ما عندك ما دير ليه. ملي كيريب الدماغ حيت هذه كتهدم هاد المصائب، هي كذلك من الاسباب ديال المرض النفسي، ومن الاسباب ديال الاكتئابات. كيولي الانسان كيشوف راسه مظلوم، وما داو ما داو مع حتى واحد، وكيشوف راسه راه ظلموه وداروا ليه، هو ما داير حد، لان داكشي اللي كي بحال هذه كتهيج داكشي اللي في الجسم. منشطات اللي كيسموها المنشطات كتنشط اي حاجه ناعسه، بحال السكري ملي كيشرب. كاين واحد اللي كيكون ما يقدش يدوي، ملي كيشرب عاد يبدا يدوي. انا علاش داروا لي هذيك النار وانا عقل هذا وحشو، بدا يبكي. علاش؟ كيتفكر داكشي، كيبدا يخرج تيسالي هذاك الشيء ملي يصحى، كيقول له علاش قلت. هذيك فاش كتنشط الجسم كيخرج شي حوايج اللي ناعسه فيه، اللي خصو يديرها هو طبيعي، يتكلم طبيعي، خصو يكون جريء في الامور ديال الحق، ويتكلم في الامور اللي كتضر وما يخليهاش كذا. وهذا هو الانسان اللي كل اللي كيبغي ينوض هذه الاشياء اللي فيه الداخليه باسباب خارجيه، ولكن كيوصل لمصيبه كبيره ماشي هي هذه. الانسان اللي بقى طبيعي ويدفع بالتي هي احسن الامور في الحياه، ويقرب للصداقه الطيبه، وهذه مهمه جدا، لان الاسباب اللي كتوعي هي الاسباب الخارجيه، والاسباب اللي كتهدم كتكون اسباب خارجيه. الرفقه السيئه ملي خلى ولادو يطلقهم مع رفقه سيئه، راه كيجيو ليه بسلاح اخر، بسلاح فتاك كيريب الاسره وما فيها. ولكن اللي حاول يحتضن ابنائه ويراقبهم، وخاصه المراقبه الشديده تكون من الشبكه العنكبوتيه، من شبكه الانترنت، لأن هي في حد ذاتها جريمة، وهو سلاح ذو حدين. منهم من يستعمل من هذا السلاح 99% في الشر، 1% إذا شاف شي حاجة شي منفعة، ومنهم من يستعمله في الخير. هي ملي كدوز كتلقى الخير والشر، ولكن اللي قلب على شي حاجة يلقاها. وهذه تلك نحسبها من المخدرات، لأنه إدمان. حتى العكوف على هذه الأمور سيئة هذا إدمان، وهذه في حد ذاتها جريمة لا تغتفر. إذا حنا ملي كنطلقوا لوليداتنا في الدار يديروا ما بغاو في الأجهزة الذكية، كتولي قنابل موقوتة، أنت دايرها في دارك وما عارفش، كيولي عندك الإرهاب في دارك وأنت ما عارفوش، لأن كيتربوا أجيال كيتربوا من جهات خارجية في بيتك،
وما تقدرش تقول لولدك اش كتشوف ولا اش كدير. انا كنراجع الدروس، ما تقدرش البنت كتسد عليها في بيتها والولد يسد في بيته وعايشين في عالم اخر ما كيعرفوكش انت بحال ما عمرهم شافوك. ممكن ان احيانا يكونوا مجموعين في بيت في غرفه واحده وكل واحد الاب شاد تليفون والام والاولاد والصغير والرضيع حتى هو شاد كل شيء شاد. اذا هذا هو الهدم بعيني. الدري الله كيرضع كذا هو يبقى يدير في صبعه هكا وكيجبد. خصك دير ليه دوك توم جيري ودير ليه فلاب الكرتون ودير ليه ميكي ماوس بيبي شاك عاد كي ولا يغوت. انت اش كتبغي دوك؟ كتبغي تسكتو اعطيه غير يسكت، انت غرضك غير يسكت. اذا الام مسالياش في شهور اخر ولا كدوي في تليفون مع صحاباتها ولا مع فاميلتها قام مساليه يقول لي بغا كتشد بالساعات وهي كدوي. هذوك الساعات راه ريبه جيل. الا اذا ملي كدوي ساعه في النهار حسب على من النهار العشيه غدوي المره واحد 6 سوايع كل مره تدوي ساعه. اذا ديك 6 سوايع وضربها في 365 يوم شحال غتعطيني الا الى الانسان كيشد على 6 سوايع شحال غدا تعطينا في هاد 2190 يعني 2190 يوم ماشي مصيبه هذه يعني هذه ماشي مصيبه كبيره هذه 2190 ساعة ساعة 2190 ساعة يعني تأخذ كل عام 2190 ساعة في العام. هذه مش مصيبة كبيرة. إذن فين الحياة؟ بحالة 3 شهر وكيدوي يعني 3 شهر بليلها بنهارها واقيلة. وهذه المصيبة يعني 3 شهر يعني بليلها بنهارها شاد تليفون. هذا كون غادي للقمر كون وصل للمريخ وباركها في بلاصتو. وهذه هي المصيبه. الغرب ملي صوبوا لنا هذا الشيء كياخذوا المنافع اللي كيستافدوا منهم ولذلك استيقظوا لما نومنا. وحنا كناخذوا المساوئ اللي صيفطوا لنا وهذاك الشيء علاش بلغوا الفضاء لما نومنا. هما استيقظوا لما قمنا وبلغوا الفضاء لما قمنا لما نومنا. وهذه شوف اذا علاش ما يستغلش الانسان الساعات في الخير فيما ينفع. وهذه الاسباب ديال الكآبه واسباب ديال الوسواس. الوسواس اللي كيسميوه الوسواس القهري. اذا ولذلك احنا ملي كنتكلموا على الوقايه كنقولوا الوقايه هي هذه الامور. نحاولوا نتحكموا في فروسنا وفي وليداتنا وما نخليوش وليداتنا يتحكموا فينا. وكاين المراه ربه البيت اللي كتمرض مرض نفسي بسبب اولادها المحيط ما كيتصنتوش ليها بالاسباب اللي حنا ملي كيجي واحد السن ديالها وكتبدا تتكلم كتلقاو فات الاوان ملي كان خصها تربي مرباتهم فكتربيهم معطلة. فكتجي الاسره ملي كتربي الابناء ديالك كتنوض متاخره. وهذا القيام ديال الانسان متاخر للاسره كيلقى قد استعصى العود. لان الغوص الى الابناء غصون. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب. قد ينفع الأدب الأحداث في صغر وليس ينفع في ذي الشيبة الأدب. إذا خصو يبدا من الناشئة من تحت. إحنا كان تا كيستعصي العود ديالو كيشتد العود ويكبر عاد كنبغيو نربيهم. ملي كتبغي تدور العود كيتهرس خصو ملي يكون باقي لين باقي خضر. إحنا في وقت الخضورية إحنا خضرين. ملي كون وليداتنا باقيين خضر العويدات ديالهم خضرين حتى حنا باقيين خضرين. وملي كنبغيو نعقلوا شويه كنلقاو الامور مشات. اذا فين العقل دي بكري والفلوس دي دابا؟ يعني الفلوس دي بكري والعقل دي دابا كما كيقولوا. يعني خلا واحد قال لهم الفلوس ديال زمان كانت وما كانش العقل وملي ولا العقل ما بقاش الفلوس. إذا هذا هو اللي خص. إذا العقل ديال بكري باش يربي الوليدات ما كانش. ملي كانوا هما العود ديالهم خضر حنا كنا خضرين. وملي كبروا هما حنا طبنا. حنا قصاع العود ديالنا فقنا من القلبة لقينا أنه قد فات الأوان. لقينا مترباو داك الشيء اللي كنا عليه حنا. لأنه مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه فقال على ما تختالون قالوا سبقت بهم ونحن مقلدوه فخالف سيرك المعوج يوما فإن أن عدلت معدلوه
وإنشاء ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذن البحث عن دابا اللي كنقلبوا على البحث عن العلاج، المفروض البحث عن الوقاية في الأول هي خير من العلاج. ديما نقلبوا إلى فاتنا شي حاجة نقلبوا، أما المرض العضال بحال الاكتئاب بحال هذه الأمور كتبقى مع الإنسان كالضعفية، ولكن ما كتمسحش مرة واحدة. الضعف حاجة اللي كتمسحها وما تبقاش هي الرجوع إلى رب العالمين. شوف، لأن الله سيدي ربي قال لنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذا شفاء النفس صدر ورحمة للمؤمنين. إذا قرأنا القرآن نقرأ بنية خالصة وبيقين تام على أننا حدي غادي نمشيو على الطريق الصحيح ونرتاحوا، هو اللي غادي يكشف الهموم. ولا الإنسان زير يتوضأ ويصلي له ركعتين ويطلب الله تعالى يعونه ويكثر من الطمأنينة. والأشياء اللي كانت السبب حتى دخل عليه هذا المرض العضال ديال المرض النفسي الوسواس القهري والاكتئاب، يبدأ يراجعها باش ما يتعودش ما تكررش، وهنا يجي ويدير الله النتيجة. ومن أسباب العلاج ديال هذا الشيء هو أنه يبحث عن الصديق، لأن الصديق قبل الطريق والجار قبل الدار. يقلب عن الصديق لأن الصديق إلى حافظت عليه وجيتي غتلقاه الذي يصدقك، كما قالوا حافظ على الصديق في الوسع والمضيق فهو نسيم الروح ومرهم الجروح. تشاور معاه ويقول لك كذا وكذا، والصديق من صدقك لا من صدقك. إذن هذا اللي كنقلبوا عليه بهذا الطريق. بهذه الطريقة هذه يقدر الإنسان يضعف من الوسواس، وحيت الوسواس كيقول غير من النفس، حيت ماشي تقول راه الوسواس، يقدر ما انت عامل نفسك داك الشيء كيتعاود وكيجي تمشي عند، يمشي الانسان عند شي واحد خرافي ما كيعرفوه يقول له راه الشيطان دار لك كذا. لا، النفس كتوسوس. قال قد علمنا ما توسوس به، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. اذا وسواس النفس كبير، كاين غير من السميه. الا كبر ولقى راسو عنده شي سميه ماشي تا ليه كيمرض، كيكبر مع شي جيل كيلقى ناس وكذا، اولا كيكون ما عندوش وكيدير الفلوس وكيقول السميه ديالو ماشي ديال مولي الفلوس، مع اسمو الجلالي كيولي اسمو جلال، كيولي اسمو جلال من كثره كتلقى اسمو الجلالي، وهي اصلا غلط. يعني اسمو الجيلاني بالنون، عبد على عبد القادر الجيلاني رحمه الله، جيلان من مدينه جيلانه ببغداد، جيلاني. ما كيقول الجيل كيقولوه صاحب المليارات والجيلاني. أنا نقلبها كيفاش ندير اشنو لا يمشي عند شي مفتي يفتي عليه صافي يقول لي جلال السي جلال، هو راه اسمه الجيلاني. وهذا هذه مشكله كبيره، هذه اللي كتلقى كتلقى بزاف ديال هذا فيها بحال هكا ديال ولا تلقى ملي كان ما عندوش اسمه صالح، ملي دار المال كيغير يقول لي صلاح، الاستاذ صلاح السي صلاح، هو راه اسمه صالح. عادي انت ما خليك صالح، مزيان رأي اسمية مزيان، صالح سمية نبي من الأنبياء. شي مرة عيطت لي واحد السيدة كتسول لي شي حاجة وأنا كنعرفها بكري كانوا جيران، ودارت شوية الفلوس عيطت لي مثلا الأستاذ بخير لاباس معك السيدة أحلام، كنا جيران بكري. قلت لي أحلام أحلام ما. قلت لي في كذا بلاصة، قلت لي حليمة، وقولي حليمة مالك على أحلام وماك ما تقولي حليمة وحليمة راها عرفتي هي اللي رضعت الرسول صلى الله عليه وسلم، علاش احلام؟ ملي كيكون شويه مع الناس كيقول حليم، ملي كيجي كيتنكر حتى الاسم ديالو، وفي حد ذاته هذا كيكون مرض نفسي، ما كيبقاش يرضى بذاك الاسم، لان عاد شي سميه ديال كذا خصو يدير شي حاجه اخرى. لما وعلاش؟ ما عمر الانسان ينكر حسبه. انت في هذه البلاصه ها فين كنت وها منين بديت، هذه امور الانسان اللي كيكون عصامي كيقول انا ملي كي ما كيتنكرش. يوسف عليه السلام اللي ولا ملك مصر واسمه سماه يوزارسيف، ملي دخل القصر 40 عام نسى الاسم ديالو، ولكن كيقول ليه يوزارسيف، لان كلمه يوسف سميت يوسف معناها الحزين. ملي جاو خوته بكروه في داك الشيء القديم، قالوا أئنك لأنت يوسف، ما قالش يوم لا انا، لا قال انا يوسف وهذا اخي.
قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله يدع أجر الم... شوف أنا يوسف قال أنا يوسف ما قلتش أنا يزار سيف وأنا مستشار الملك وأنا اللي عند ملك مسؤول على مصر كلها في الاقتصاد والسياسة ولا لا قال أنا فلان أنا يوسف وهذا أخي واضحة إحنا بنادم يبقى كيدير جوج فرانك كيبدل السمية ما بقاش رضا بها ولا كيمرض علاش تقول لي هذه السمية قدام الناس علاش ومالك أشنو اللي فين كاين المشكل عندك سمية الأنبياء صالح علاش دير صالح عندك الجيلة سماك والديك داك الوقت جيلاني علاش جلال ترى الجيل بين كاين اللي كتلقى عامل حوايجو تعرفوا اسمه الجيلاني واخا يدير جلال عاد تشوف فيها اش داير تقاريب بواحد الجي غادي ريب كتعرفوا اسمه الجيلاني ديك جلال ما تجيش معاه كاع واخا تعطيها ليه وهذا هو المشكل وهذه من الامراض النفسيه اللي كتخلي الناس ما كيرضاش كينكر الحسب ديالو ما كيرضاش به وكيوقع في مشكل كبير كذلك العلاقات الاسريه كاين اللي كيمرض نفسي الى تلاقى الى الناس مع شي اسره في من حيث المجتمع كبر منه كذلك يولي كيرد لنفسه او العكس هذه كلها امور من الاسباب اللي كتوصل الانسان لاكتئاب بالاضافه للتربيه وهذا الشيء اللي بغا نقوله احنا في هذه الاشارات الخفيفه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.